السلام عليكم أصدقاء، معكم ياسين من قناة ياس بلاي. سعدت لكم بحلقة جديدة ومقطع جديد من لعبتكم لعبة جيت إيه سان أندرياس. بعد قتلنا وانتقامنا من ريدر الخائن، وبعد انتقامنا كذلك من تيبون الكلب الذي دائما هددنا مرارا وتكرارا ولم يثق فينا، حان الوقت الآن لكي نتابع المهام. وأعتقد بأن لم يتبقى الكثير وسنستطيع السفر للاس فنتوراس، المدينة المأخوذة من مدينة لاس فيغاس. اتصل بوزي الآن، وماذا يريد مني؟ هل يريد مني أن ألتقي به مثلا في لاس فنتوراس؟ وسألنا كذلك على تشورينو، قلنا لا، إذا سمعت شيئا ما فقط قلها لنا. وها هي العلامة، العلامة لا زالت موجودة في سانفيرو. لن نسافر بعد للاس فنتوراس. وعندي لكم معلومة جديدة خاصة باللعبة القادمة من شركة روكستار جيمز. أحد الأشخاص الذين كانوا يشتغلون مع الشركة عنده معلومات رهيبة جدا صراحة. من الممكن أن أسجل لكم مقطع وأنشرها معكم يا أصدقائي. وبدأوا في التسديد علي، سددوا علي بروكيت لانشر، شاهدتموهم. سأضطر لاستعمال استراتيجية القنص. هؤلاء هم الأغبياء، يحاولون لحاق بي. الشخص الأول مات، الشخص الثاني أصابته هو كذلك. وبالنسبة لصاحب روكيت لانشر، وهل هو هذا؟ لا، هذا عنده مسدس فقط. شيء لم يصدق بأن أصدقائي لقد ماتوا. عندي نجمة الآن، إنه صاحب روكيت لانشر. أتوقع بأنني قتلته. سنتوغل الآن وسننغمس. أوه، هناك شرطي. السلام عليكم يا صديقي الشرطي. المهم سأركز فقط على هؤلاء العصابات الكلاب. هيد شات، الشخص الثاني الهيد شات كذلك. لا أعلم لماذا لم أستطع إصابته منذ البداية. هل هربوا أم لم يهربوا بعد؟ بدأت الكاتسين، سيبدأون في الهروب في هذه الأثناء. علي التسديد عليهم باستعمال روكيت لانشر وتدميرهم. لا أستطيع أصدقاء، سأحاول التسديد عليهم فقط باستعمال سلاح سنايبر. نعم، هناك روكيت لانشر في هذا المكان، رأيتها الآن. هل هربوا؟ نعم لقد هربوا. لهذا السبب وضعوا لنا هذا الموتورسايكل في هذه المنطقة لكي أستطيع اللحاق بهم. تحرك تحرك يا صديقي كارل جونسون. تمنيت لو أصبتهم منذ البداية بدون أن نلحق بهم، لكن لا مشكلة لدي. هذا الموتورسايكل أصلا فإنه مميز، أفضل بكثير من تلك الدراجة النارية العالية. هاهم، رأيتهم. سأحاول الصعود للهاي واي بسرعة، وبعدها سأبدأ في تدميرهم. أشاهدهم دخلوا وسط من تلك البناية. شب عليكم أن تموتوا الآن في هذه اللحظة أيها الأغبياء. سأسبقهم. أسرع أسرع أسرع، القدرة الخارقة الخاصة بالموتورسايكل. جي 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 جي، نقفونا وسط من الطريق. انزل بسرعة روكيت لانشر. هم جايين. بوم، لم أصيبهم. بوم، كيف هذا؟ كيف لم أصيبهم؟ والآن عجيب. جي جي جي، لقد أصبتهم في هذه الأثناء. غريب جدا يا أصدقائي، أصبتهم بالرغم من هذا. لم تنزل الهيلث الخاصة بالهليكوبتر كثيرا. كذا أن يضربني ذلك الكلب. هيا هيا هيا، مرة أخرى انزل روكيت لانشر. في هذه اللحظة لم أصيبهم. نعم، وافقهم رأيي، علي النزول يا أصدقاء من هذا الهاي واي. هيا هيا هيا، أحسنت أحسنت أحسنت. بوم بوم، لم أصيبهم بعد. سأسبقهم في هذه الأثناء كثيرا، بعدها سأنتظرهم. ضربة واحدة من روكيت لانشر وسنستطيع يا أصدقاء تدمير شركة الهليكوبتر. ابتعدوا يا رجال الشرطي أيها الأغبياء، لا أريد تسديد على رجال الشرطة لكي لا يقوموا يا أصدقاء بإسقاط الأرض. رجال الشرطي أيها الكلاب ابتعدوا. هيا الهليكوبتر جاي الآن. هيا، أصابته يا حبيبي. ليتس جو بيبي بويز. ثلاثة نجمات. ما الذي حدث؟ ما هذه الانفجارات العجيبة جدا؟ الهيلت عندي أصدقاء ضربة واحدة من مسدس رجال الشرطة وسأموت. دراجتي النارية مع الأسف لقد انفجرت. انخفضت النجمات في هذه اللحظات لنجمة واحدة فقط. هل ستنفجر هذه السيارة؟ إذا انفجرت سأموت. قف أنت يا صديقي أرجوك. شكرا لك. نغير سيارة، لا أريد أن أغامر. وهي سنتجه الآن نحو مهمة التنين. هل هي في سانفيرو؟ نعم في سانفيرو. نعمل سيف جيم على السرعة لكي نحصل على الهيلت. وهي لكي نبدأ هذه المهمة، اسمها ييكا بوم بوم. سيزار أعجبت وقال لي بأنك بطل يا صديقي في LS في لوس سانتوس. سي جي ليس بطلا في لوس سانتوس فحسب يا صديقي سيزار، بل هو بطل كذلك في سانفيرو، لكنه غضبان في هذه اللحظات لأن هذا الجراج لم يدري عليه مع الأسف بالعديد من الأرباح. أدرى عليه بدولارات قليلة جدا. هل سنسمح في هذا الجراج وسننطلق، أم أن كارل جونسون سيستمر في استثمار وقته وماله في هذا الجراج؟ جاء صديقنا الصيني الأعور. واو، جميل جدا. المنافسون عندهم يا أصدقاء فاكتوري، وإذا استطعت تدمير تلك الفاكتوري فإننا سنخرجهم نهائيا من البيزنس، وبهذه الطريقة سنستطيع نحن السيطرة يا أصدقاء على المنطقة، ومبيعاتنا سترتفع وسنربح عدد هائل جدا من الأرباح. أنا مستعد لكي أفعلها. Go and pick up the wired car from the bomb shop. سنذهب الآن وسنأخذ السيارة الملغمة من البومب شوب، من محل القنابل. وصلت للمحل. لا يوجد ديزاين على ذلك الجراج، يعني انهم يصنعون القنابل بدون موافقة الدولة. هيمان از ات ريدي؟ جيد، شيز اول سيت. اتمنى فقط الا تنفجر تلك القنبلة علي قبل ان اضعها في المكان.
شوكي فيو تشام تشو جيراوت فهمت فهمت. لقد وضع لي تايمر يعني ان القنبله لن تنفجر، هناك توقيت بسيط، والان هي اللي تجي نحو الكراك لاب. من الجيد اننا قمنا بهذه العمليه في الليل، على الاقل سنجد المكان فارغ من العمال. اذا راينا اشخاص اخرين سيكونوا هم الحراس فقط. امر الحراس نعم كما ذكرت لكم، ها حراس حراس الكلاب كيل ذا جاردز، وبعدها سندخل. هم جايين بوم بوم دبل هيد شات يا حبيبي. من هذا الشخص؟ وير بي نيت؟ من انت؟ وير بي ذلك هو الزعيم. هاهم فتحوا الجيت سيبداون في الهجوم علي. اي شخص حاول الاقتراب مني وهجم علي فانه سيموت ببساطه فقط. لما لا نغير ذلك السلاح بهذا؟ او مشكل، مش انت، مش انت كذلك. على الاقل هذا من ناحيه الريكول فانه جيد. الان علي اخذ السياره والعوده للمنطقه بسرعه. عندي نجمتين. او رجل الشرطة كان في الدورة فقط، بسرعة جاء عندي. سأخدعه وكذلك قليلا وسأذهب في هذا الاتجاه الآخر. اختفى رجل الشرطة الآن أن لازال ينتظروني أمام الباب. نعم لقد اختفى الحمد لله. دخلت يا حبيبي دخلت. يا ذلك الشخص الآخر زعيمهم لن يستطيع رؤيتي لأنني خدعته. I juked him. وها أنا ذا وصلت للمكان. هل هي وضعها هنا؟ نعم نعم علي ادخل. كيف جئتم يا أيها الكلاب يا رجال الشرطة؟ واو هذا رجال الشرطة هائل جدا، لا يريدون مني أن أدخل. سأدخل رغما عن أنفكم يا أيها الأغبياء. بارك دكار جيد، ها أنا ذا وضعتها. كتبك كيف هذا؟ علي العودة للسيارة مرة أخرى. نعم علي إدخالها للداخل. الآن فهمت. ها أنا ذا وضعتها. الطريق من هنا. كيف استطعتم الدخول أنتم يا أيها الأغبياء؟ هيا ابتعدوا. واو الفاكتوري كبيرة جدا صراحة. هي المنطقة المعلومة. اكتيفيت ذا بومب. بوم ستنفجر القنبلة علينا. رجل الشرطة كأنه لا يعرفني، كأنه لم يلحق بي. والحمد لله اختفت تلك النجمات. وفي هذه اللحظات سأهرب، سأتجاه لأولئك الأشخاص، لن أتعارك ضدهم. وبالفعل انفجرت السيارة وفجرنا المعمل معها نهائيا. اسكيب، الآن علينا الهروب فقط من المنطقة. ها هم الحراس جاءوا. سأتجه للضفة الأخرى لأنني لا أريد أن يهجم علي ذلك الشرطي. دمرنا معملهم يا حبيبي. الآن بعدما ذهب ذلك الشرطي سأقتل هؤلاء الحراس. أنهيت حياتهم بسرعة البرق. أنت لم أراك، خذ هيد شات. رجل الشرطة المسكين لقد علق في هذا المكان، وهيا لكي نقفزه. ها هم الكلاب لقد جاءوا، سأقتلهم. رجل الشرطة المسكين لا يستطيع استقاء التحرك. حصلت على نجمة، سينزل عندي، عرفتها وسأقتله. هل أقتل أم لا؟ إذا قتلته سأحصل على النجمات. حسنا لن أقتله، سأسرق هاتي السيارة وسأهرب. وقالوا لي بأنهم قفلوا علي الباب، يعني لن أستطيع الهروب يا أصدقاء بسهولة، يلزمني المجيء إلى هنا. ابتعدي أيها الشرطي الغبي. والقفز، وددت القفز قفزة رائعة جدا، لكن لا مشكل، اخترت الطريق السهل. Get back to the garage. الآن سنعود للجراج وبهذا سنكون قد استطعنا إنهاء وتتمة هذه المهمة بنجاح. 25 دولار يا حبيبي. مهمة رائعة جدا، سهلة ليست صعبة كثيرا. أنهيناها بسرعة. وتقريبا الآن أنهينا جميع المهام. جاءني اتصال بي. من هذا؟ عجيب جدا صوت الروبوت. هذا الشخص يريد أن يلتقي بي واستعمل أحد برامج الهاتف لكي يغير صوته. لا يريد مني أن أعرفه. وهددني بأخي، هددني أصدقاء بأخي. علي الإسراع الآن للمنطقة لكي لا يؤذوا أخي. هل اختطفوه من السجن؟ والعلامة موجودة في المنطقة الصحراوية من خريطة لاس فنتوراس، وبهذا سنكون قد استطعنا فتح لاس فنتوراس يا أصدقاء. شيء رهيب جدا يا عمري، ودخلنا للشابتر الثالث من لعبات جي تي اي سان أندرياس. لم يتبقى الكثير صراحة، وسنقوم بتختيم اللعبة نهائيا. العودة لجروف ستريت ستكون ورأسنا مرفوع. أسرع طريقة للذهاب للاس فنتوراس هي أخذ الهاي واي. فتحت الحدود يا أصدقاء، سنستطيع الآن سياقة من لوس سانتوس إلى لاس فنتوراس بدون أن نحصل على نجمات شرطة. أمر رائع ورهيب. وعندنا سيف جيم أخرى ظهرت في هذا المكان، يعني لا يلزمني شراء أي منزل صراحة. أريد الاحتفاظ قليلا بالمال. وبعد وصولي للمنطقة اتصال هاتفي آخر. من أنت؟ فهمت فهمتك يا صديقي. تشيك تشيكس لوك از ليجيتيميت. جيد، ذلك المحل الموجود امام من جراجنا في امكاني شراؤه الان في هذه الاثناء. هي يا اصدقاء مهمه السيفي لقد ظهرت بامام من ذلك الجراج، سنشتريه وبهذا فان اعمالنا ستكون على الاقل حقيقيه بالنسبه للدوله. وهذه المهمه اسمها مونستر الوحش. اين هو الشخص الذي اتصل بي؟ ويلكم
الصوت الروبوتي مرة أخرى ظهر. أين أنت؟ هيا أظهر لي وجهك. أولا قبل أن يتعامل معي يريد أن يجربني. قال لي بأن هناك تراك شاحنة في الجراج وهي هذه السيارات الكبيرة جدا يسمونها الشاحنات ويريد أن يجربني. And you fail. أوه إذا فقدت هذه التراك فإنني سأفشل في هذه المهمة نهائيا. مع الأسف ستكون صعبة جدا خصوصا أن هذه السيارات في جي سان أندرياس لم يسبق لي أن سقتها ولا أعرف طريقة سياقتها. You need to get a time better than 6:13. واو توقيت يجب أن يكون أفضل من 6:30 كي أستطيع القيام بهذه المهمة يا أصحابي. كما ذكرت لكم هذا السباق سيكون في الأماكن الوعرة 1/35 وعندنا تقريبا 35 علامة علينا المرور فوق منها. الأمر لن يكون سهلا يا أصدقائي، لهذا السبب أدعو معي وهيا لكي ننطلق. إذا فقدت هذه السيارة الكبيرة رباعية الدفع فإنني سأفشل. والتوقيت 6:30. لا مشكلة لدي من ناحية التوقيت، أستطيع فعلها، فقط لا يجب علي التسرع لكي لا تنقلب هذه السيارة. إذا انقلبت من الصعب إعادة قلبها. ليس مثل جي تي إف 5، أمر مختلف كثيرا في جي تي سان أندرياس. طريقة البرمجيات تختلف. يا اصعد اصعد فوق ذلك الجبل. هذا هو جبل مونت شيليات في هذه المنطقة. يشبه واو جئنا للمنطقة الصحراوية التي يقطن فيها ترانش كوت. أشاهدتم ذلك المقطع الذي نشرته معكم الخاص بسير قاتل 8؟ عرفنا بأنه هو ترانش كوت، الرجل الذي اسمه ترانش كوت أو الرجل ذو المعطف الشتوي هنا يسكن في أحد هذه المناطق. إن شاء الله سأزوره ولا تقلقوا. وكذلك عندي أفكار مميزة جدا عندما سننهي تختيم لعبة جي سان أندرياس سأنشرها معكم وسأحاول أن أبين لكم جميع الأسرار والخفايا الموجودة في هذه اللعبة. كذلك العديد منكم طلب مني هذه الأمور منذ سنوات، لكن بسبب ضيق الوقت وبسبب ظهور ألعاب جديدة في ذلك الوقت خرجت البيس 2019 ركز فيها كثيرا، وبعدها لعبت ألعاب أخرى بدأت في التنويع، لكن مع الأسف شديد الدعم كان قليل جدا على تلك الألعاب، لهذا السبب توقفت. وأخيرا وليس آخرا خرجت لعبة Red Dead Redemption 2، ختمناها تختيمها رهيب. طريقة اللعب، تحرك الشخصيات حقيقية جدا، تفاعل الناس معكم، لعبة رهيبة من عالم آخر. وجي تي اي 6 ترقبوا بأنها ستكون مثل Red Dead Redemption 2 من ناحية الفيزيائيات. دقيقتان 35 ثانية، سنقوم يا أصدقائي بهذا التحدي بلا مشاكل. لو أرادوا تصعيب المأمور علينا لوضعوا لنا حواجز وقفزات. أما بالنسبة للعلامات على هذا الشكل بدون منافسين أو عوائق، التحدي أصبح سهلا كشربة ماء. بدأت أسوق في مناطق وعرة تكاد هذه السيارة أن تنقلب فيها، لكن برغم من هذا أستطيع التحكم فيها بلا مشاكل لأنني لا أسرع كثيرا. لو أسرعت لنقلبت 100%، أعدكم بأنها ستنقلب. بما أنهم أعطوني توقيت قدره 6:30، سأخذ كل وقتي لكي لا أفشل. وها نحن وصلنا لمكان في خلال 4:28، يعني ما يقارب الدقيقتين. أوه هناك شخص قام بهذا التحدي، هو في المركز الأول، قام فيه في 4:28. يعني لو أسرعت قليلا فقط لحطمت رقم القياسي. لم أريد الإسراع صراحة، قررت أتكلم معكم. لو لم أتكلم ولو ركز في ذلك السباق كنت سأحطم ذلك الرقم القياسي. أكيد ستكون هناك مخاطر، من الممكن أن تنقلب تلك السيارة، نسبة الفشل سترتفع على أكثر من 50%. كل هذا يهون لأننا سنحطم ذلك الرقم القياسي. أما الآن سأودعكم يا أصدقاء، أتمنى أن المقطع الخاص باليوم أعجبكم. لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر لايك وانشروا مع أصدقائكم. إذا كنتم غير مشتركين اشتركوا، كسروا ذلك الجرس. نلتقي إن شاء الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله.